السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والغناء العربي للمعهد الوطني للموسيقى في بغداد. ارحب بكم اجمل ترحيب ويا ميت مرحبا بكم. نستمر بتمارين الاكاديمي اللي هي تقوية الريشة وزند اصابع على زند العود طبعا، وتقوية مهمة جدا لانه راح تفيدك بالتمارين وتفيدك في قضية مهمة جدا، هي قضية كيف راح تعرف تقرأ نوتة مباشرة ودايركت بدون ما تحتاج الى مدرس. فقبل ما ابدي انه احب انوه على الدورات الموسيقية اللي هي مباشر معايا، دورة موسيقية عبارة عن 8 محاضرات شهريا باشتراك شهري لتعلم العود والغناء، موجود رقمي الواتساب لأسفل الفيديو تقدرون تتصلون به لمعرفة التفاصيل. طيب نلاحظ قدامكم هذا تمرين 17 راح يبدي عندنا ايضا، راح مثل ما كل مرة هذا تمرين 17 راح يصير عندنا دور مي مي، فانت يحتاج لك انه تقسم البار، يعني البار هذا كونه انه تمارين صعبة فتقسم مثلا دو دو هاي تمر عليه دو دو، اوكي بيصير عندك دو دو ري مي مي سي، البار الاخر صول مي ري صول مي ري دو صول صول لا لا سي سي دو دو مي دو مي صول مي دو فرداش او رش يسموها بالخليج. او عيدك السطر الاخير اخواني واصدقائي، اهلا وسهلا بكم ورحب بكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي يحب يشترك بالدوره الموسيقيه رقم الواتساب موجود اسفل الفيديو، واهلا وسهلا بكم وميت مرحبا بكم وتحياتكم، ان شاء الله وفقنا في هذا الدرس، تحياتكم ومع السلامه. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.